السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah. Dan pada pagi yang mulia ini, kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk bersama secara live dalam siri tilawah, tahsin dan tadabbur Al-Quran pada pagi 17 Ramadan. Pada tarikh nuzulul Quran. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah kita akan meneruskan lagi bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, iaitu 10 muka surat. Dan pagi ini kita akan sambung pada muka surat 322. Itulah juzuk yang ke-17. Sesuai hari ini hari yang ke-17 Ramadan, jadi kita baca pada juzuk yang ke-17. Dan pagi ini 10 muka surat, dari muka surat 322 hingga muka surat 331. Dan insya-Allah kita akan membaca 10 muka surat, kemudian kita nak tengok hukum tajwid dan tadabbur ayat, ya, dari ayat yang kita baca, satu atau dua ayat. Jadi kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة 322 ayat pertama suratul Anbiya, juzuk yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'u wa hum yal'abun. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون كسرات 323 ayat 11 surah Al-Anbiya. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون كسرات 324 آيات 25 Suratul Anbiya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه
دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Surat 325 ayat 36 Suratul Anbiya. Wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidunaka illa huzwan ahadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikril rahmani hum kafirun. Khuliqal insanu min 'ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون Surat 326 ayat 45 Suratul Anbiya قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه
أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين Surat 327 ayat 58 Suratul Anbiya. Faja'alahum judzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Qalu man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين Surat 328 ayat 73 Suratul Anbiya وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين Surat 328 ayat 82 Suratul Anbiya. Wa minasyayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik wa kunna lahum hafizin. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Surat 330 ayat 91 Surah Al-Anbiya. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون كسورة 331 ayat 102 suratul Anbiya. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikatu hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم الحمد لله telah pun kita membaca 10 muka surat dari suci Al-Quranul Karim dari suratul Anbiya, satu surah. Ya, 10 muka surat yang kita baca ni selesai satu surah, suratul Anbiya. Baik, setelah itu kita nak tengok pada hukum tajwid. Kita akan petik pada muka surat 129. 129. Baik, 129 muka surat 329 329 ayat 82 suratul Anbiya. Baik, wa minasyayatini asyayatini dalam kalimah asyayatini dua mad asli syayatini may yawusuna nun mati bertemu dengan ya idgham ma'al ghunnah dengung sekadar dua harakat yawusuna kemudian ada dua kali lagi mad asli dua harakat dua harakat lahu mad silah qasirah dua harakat wa ya'maluna mad asli dua harakat amalan duna tanwin bertemu dengan dal ikhfa hakiki dengan sekadar dua harakat duna mad asli dua zalik pun mad asli
Terdapat waqaf, salam ya, haruf waqaf, cuma sambung lebih aula. Tapi kita waqaf kerana kita nak apa keratan ayat tersebut supaya nafas kita tidak apa itu tidak terhenti. Jadi kita waqaf di situ, kita sukunkan kaf. Wa kunna wajibul gunnah, kemudian ma asli dua harakat. Lahum hafizin. Mimati bertemu dengan ha, izhar syafawi jelas baca mimati hafizin. Ha, hafizin, ha pertama ha, mad asli dua harakat. Kemudian akhir ayat ini diakhiri dengan mad arif li sukun, boleh jadi dua atau empat atau enam harakat. Jadi kita ulang ayat ni. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. Atau kita sambung. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. Baik, kemudian kita nak tengok tadabbur ayat yang selepasnya, ayat 82 dari suratul Anbiya. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Dan ingatlah kisah Nabi Allah Ayub alaihi salam. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang daripada semua yang penyayang. Anni مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Ini doa Nabi Allah Ayub. Allah mesti Muhammad. Ujian Allah kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Daripada Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu an, daripada bapanya, dia berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Baginda menjawab, para nabi, lalu orang soleh, kemudian orang yang paling mulia, dan yang paling mulia daripada manusia. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka akan ditambah ujiannya. Dan jika agamanya lemah, maka akan diringankan ujiannya. Tidaklah ujian itu berhenti pada seorang hamba sampai dia berjalan di muka bumi tanpa mempunyai dosa. Baik, hadis ini menjelaskan bahawa Allah akan menguji manusia sesuai dalam ayat yang lain. Umpamanya dari surah Al-Mulk, ya, ayat yang kedua. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala mencipta mati dan hidup. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalannya. Kemudian ayat yang lain, wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju', bahawa sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sesuatu. Minal khawf, dari perasaan takut, wal ju', lapar, dahaga. Wa naqsim minal amwal, sedikit harta. Wal anfus, hilang nyawa. Wal thamarat, sedikit daripada makanan, buah-buahan yang boleh dimakan. Bashiri sabirin, dan khabalah, berita bergembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah. Itulah orang yang apabila ditimpa ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka berkata, sungguhnya kami daripada Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Merujuk kepada ayat 82 ini adalah doa Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Anni massani adzurru. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, anni, sesungguhnya aku.
Anni masan yadurru, aku telah ditimpa penyakit. Anni masan yadurru, wa anta arhamur rahimin. Engkau Tuhan yang maha penyayang daripada semua yang penyayang. Baik, ini doa Allah ajar ya, melalui lisannya Nabi Allah Ayub alaihi salam, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa Nabi Allah ditimpa penyakit yang kronik. Kemudian Nabi Allah Ayub alaihi salam berdoa kepada Allah menyatakan apa itu ditimpa penyakit tadi. Kemudian di penghujung dari doa, wa anta arhamur rahim, sungguhnya engkaulah yang maha penyayang daripada semua yang penyayang. Baik, jadi doa ini boleh menjadi amalan kepada hamba Allah yang ditimpa penyakit sebagai jalan yang Allah ajar. Ya, sekiranya mana ditimpa penyakit, maka berserah kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari apa, selepas daripada berusaha, ya, berikhtiar dengan cara Allah Mesirna Muhammad yang boleh kita ikhtiar untuk keluar daripada penyakit, kerana dengan cara kita apa berdoa kepada Allah, kita telah pun Allah Mesirna Muhammad meletakkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang memberikan ujian penyakit tersebut. Dan pastinya yang akan menyembuhkannya juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ha, maka doa ini pendek saja tetapi sangat mustajab yang Allah sebut dalam ayat 84. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Maka kami kabulkan doanya lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Ha, itu satu jalan yang Allah ajar kepada kita bila ditimpa penyakit, bila ada penyakit. Anni idnada rabbahu anni massan yadurru. Allahumma ya Allah, anni massan yadurru, sungguhnya aku ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimi, sungguhnya engkaulah yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Mudah-mudahan kita boleh amalkan doa ini, ya, bagi yang ditimpa penyakit, apapun penyakit, sebagai Allah Mesirna Muhammad, jalan usaha ikhtiar selain daripada ikhtiar yang lain, ya, pergi hospital, pergi jumpa doktor dan sebagainya, dapat ubat, makan ubat dan sebagainya. Ini jalan yang pertama yang perlu kita letakkan bahawa Allah lah yang mendatangkan penyakit sebagai ujian dan Allah lah yang akan menyembuhkan penyakit. Perkara yang lain adalah satu wasilah jalan yang mendatangkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, sekira itu untuk pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas usaha kita di pagi ini. Kita telah membaca 10 muka surat daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Kemudian memetik satu ayat untuk hukum tajwid dan satu ayat untuk tadabbur. InsyaAllah kita akan sambung pada petang nanti untuk lagi 10 muka surat pada dari juzuk yang ke-17 ini, sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalah sedikit pada petang, masalah lain tak berapa nak cantik. Nah, pagi cantik, petang lain tak berapa nak cantik, kadang dia putus. Jadi sekiranya mana putus tu, tuan-puan boleh meneruskan bacaan sehingga berakhir juzuk yang ke-17. Kita akan sambung pula pada keesokan paginya untuk juzuk yang ke-18 insya-Allah. Jadi sekarang itu kita akhiri dengan doa Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن جعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار جعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا
وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا دعاءنا وقراءتنا وحاجتنا وأعمالنا ونياتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.